حياكم الله مشاهدينا. إذن في محطتنا الأولى في حلقة الليلة من برنامج من عمان راح نسلط الضوء ونقترب من ندوة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. هذه الندوة التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس شارك فيها الكثير من الخبراء من داخل وخارج السلطنة المتخصصين في هذا الموضوع من خلال تقديم العديد من أوراق العمل. واحدة من أوراق العمل المقدمة في هذه الندوة هي اللي راح نسلط عليها الضوء في حديثنا القادم مع ضيفتنا اللي منورتنا في الاستديو، الدكتورة ريم علي عبد الرحيم الأنصاري، أستاذ القانون العام المساعد بكلية القانون بجامعة قطر. أهلا وسهلا بك دكتورة ريم، نورتينا في عمان الأرض والبرنامج. أستاذة عايدة نور نوركم، هذا أولا، وأعبر عن خالص شكري وامتناني للاستضافة. وقلتيها أستاذة، هي من عمان وإحنا عنصر خارجي، ولكن هذا الترابط جدا يعكس اتفاقية الأمم المتحدة وما طرحناه في ندوة اليوم بحكم أنها هي صك عالمي. نعم أكيد ومتنوع، وأكيد أنتم مش عنصر خارجي أبدا، أنتم أهل الدار دكتورة. إذا قبل لكن دكتورة لا ندخل في تفاصيل هذه الندوة والورقة أيضا اللي قدمتيها في هذه الندوة، حقيقة شوية حابة أعرف المشاهدين على الدكتورة ريم، خاصة أن يعني ما شاء الله تخصصتي في هذا المجال، وأنت خريجة تقريبا حديثة 2011 من جامعة قطر. صحيح، ولكن الدكتورة انتهيت منها. الدكتورة نعم. شيء موضوع آخر. نعم. وشاركتي في العديد طبعا من المؤتمرات والمبادرات المتعلقة بالفساد المالي وأيضا استرداد الأموال، ليس على مستوى دولة قطر ولا على الخليج ولا على الوطن العربي ولكن حول العالم بشكل عام. حابين كذي شوية ندخل في يعني دخولك لهذا المجال، وأنا اللي أعرفه أن دخلتي من موقف شخصي حصل معك. صحيح دكتورة. صحيح أستاذة. نعم. طبعا شكرا على هذه المقدمة أستاذة عايدة، جدا عميقة. ومن ناحية مكافحة الفساد بشكل عام درسته وعملت فيه. نعم. درسته وعملت فيه، فمن خبرة عملية وواقع دراسي صحيح كلامك، ما كان الدخول بتخطيط بل بسبب موقف شخصي تعرضت له. أساس الدراسات كنت ذاهبة للدراسة القانون الاستثمار وليس القانون الجنائي الدولي. صحيح. ولكن بسبب موقف حصل معي في الولايات المتحدة الأمريكية دفعني لدراسة هذا التخصص، وأثار تساؤلات عديدة. موقف بسيط جدا، هو عبارة عن شخص أجنبي وأنا أجنبية كنت كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه اختارني بطريقة ممنهجة. نعم. لتحويل مبلغ مالي جدا كبير. هذيك الأيام أستاذ عايدة كنت في عمر جدا صغير. صحيح. والمبلغ كان جدا كبير، وكانت يعني كانت الأحداث جدا مريبة، مبلغ كبير، الفترة قصيرة، أخذ المبلغ، إيداع المبلغ في فترة أسبوع، واختفاء هذا الشخص عقب طرح هذه القصة يعني برمتها. نعم. فدفعني والله تساؤلات كثيرة، ونما إلى علم أن هذا الشخص كان منخرطا في جرائم من ناحية تخصصية نعتبرها نحن جرائم المصدر. نعم. جرائم المصدر اللي هي في نهايتها، في خط النهاية لها، تكون جريمة جدا كبيرة. نعم. جريمة غسل العائدات الإجرامية أو المفهوم البسيط غسل الأموال. يعني فهذا هو السبب اللي خلاك تدخلين. نعم. وتتخصصين. نعم. في هذا المجال. في هذا المجال. نعم. نعم. لو أيضا بالرجوع الآن إلى طبعا الندوة اللي طبعا أقيمت، ندوة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذه طبعا أكيد هذه الاتفاقية تعد الأولى يعني من نوعها في هذا الموضوع. كملت 21 سنة، السنة الماضية كانت 20 سنة، هذه السنة 21 سنة. طيب نتكلم عن هذه الاتفاقية أكثر ونعرف فيها المشاهد الكريم، كونها مثل ما ذكرتي في البداية أنها صك يعني علمي يكافح الفساد. صحيح أستاذة عايدة، طبعا هي صك عالمي يكافح. نعم. الفساد عالمي. بشكل عام، وهي اتفاقية على الرغم أنها تحتوي على أكثر من 70 مادة، 8 فصول، إلا أنها هي بسيطة. لماذا؟ لأنها جات كمظلة عالمية، إذن أطرت الموضوع والتفاصيل وضعتها للدول الأطراف حتى تتبعها وتكيفها كل دولة على حسب قوانينها الداخلية. طبعاً إحنا تحدثنا اليوم صباحاً في الندوة عن مسألة تبسيط اللغة القانونية إلى لغة عربية بسيطة حتى يفهمنا المستمع والمشاهد، سواء كان متخصص أو غير متخصص، المتخصص للتذكير والغير متخصص كمعلومة جديدة، كطرح معلومة جديدة. فكنا نتحدث أن هدف الاتفاقية هو عبارة عن حماية
ثم تعاون ثم انفاذ. صحيح. حماية بمعنى إيش؟ وضع تدابير وقائية أو احترازية تقينا نحن كمجتمع أو كدول بشكل عام من صور الفساد، توقي الفعل الغير مشروع قبل حدوثه. ومن ثم التعاون، التعاون عنصر هام وفعال، لا يمكن حل الفساد من طرف واحد. صحيح. لابد من توافر دول، مجتمعات، أفراد عاديين، أفراد متخصصين، وهذا هي سبب الافتتاحية أستاذة عايدة. نعم. عندما قلت من عمان ولكن طرف خارجي، فعلا هذه اللحمة والتكاتف نحن شخصيا أثناء ممارسة عملنا استشفيناها، خصوصا في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأخيرا التنفيذ. نعم. لأن لا نستطيع أن نترك الأمور حبرا على ورق. صحيح. لابد أن نستشعر أثرا ملموسا في المجتمعات، والشخص نفسه، الشخص نفسه في المجتمع يستطيع أن يقول أن هذه الدولة ارتقت مثلا بمستواها من 2010 إلى 2020، هنالك تغيير. نعم. من ناحية، من جميع النواحي، لأن الفساد صحيح هو مفهوم هلامي نوعا ما وغامض، إلى أنه مثل ما تفضلوا الزملاء الأفاضل في الندوة، هو عبارة عن شيء مدمر. صحيح. مدمر، وإذا دخل يدخل في جميع المجالات، الصحة، التعليم، المجال الوظيفة العامة، الوظيفة الخاصة، فجميعنا يجب أن نتكاتف لمجابهة هذه المشكلة. ويعني ومثل ما قال غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن الفساد لا يسرق الموارد فقط بل يسلب الأمل في الناس. صحيح. يعني الفساد جدا خطير. طيب، يعني ذكرتي نقطة مهمة، أن هذه الاتفاقية على الرغم من أن هي صك عالمي، ولكن أتاحت أن كل دولة تطبقها يعني بناء على ما يناسبها. صحيح. أيوة، نتكلم عن يعني هذه النقطة بالذات، وهل أصلاً يعتبر هذا تحدي أيضاً دكتورة؟ أستاذة عايدة، هذا موضوع جداً قانوني دقيق، يعني في عمق الاتفاقية، ولكن حتى نبسطه، جميع مواد الاتفاقية سوف ترين تعاون، اتفاق، تدبير، محاولة، تبادل معلومات، ومن ثم هنالك جملة مع الاطلاع على قوانين الدولة وعدم مخالفتها مع صون السيادة الداخلية. فهذه مفردات قانونية تحمي الدولة من قبول أشياء قد لا تقبلها. يعني مثلا في دول، احنا نعرف في المجتمع الدولي في دول توقع اتفاقيات ولكن تتحفظ على مواد. نعم. فهي نوعا ما صك دولي عالمي، نعم، ولكن من ناحية التنفيذ كل دولة يتم دراستها على حدة. نعم. ولما احنا صباح لما تكلمنا عن دور أجهزة إنفاذ القانون في ضوء الاتفاقية، أساسا أستاذة عايدة يعني طرحنا سيناريوهات نوعا ما عامة، ولكن لابد الدول أن تندرج في إحدى هذه السيناريوهات. بمعنى إيش؟ السيناريو الحديث والسيناريو التقليدي. السيناريو التقليدي من الشق الجزائي أو الشق العقابي، وهو ما تعودنا عليه في دولنا. إذا كانت هنالك مشكلة، أول مكان نلجأ له جهاز الشرطة. نعم. جهاز الشرطة يدرس الموضوع، تتم إحالة موضوع للنيابة تحقيق، ومن ثم المحاكمة. ولكن الجزء المستحدث الآن في وقتنا الحالي، أن هنالك دول تبنت مسألة استحداث هيئة مستقلة قائمة لحالها. صحيح. طبعا أيضا في هذا المسلك هنالك اختلافات. بعض الهيئات يتم استحداثها كهيئة توعوية إرشادية، هيئات أخرى يتم منحها سلطات وأدوات لإنفاذ القانون. نعم. إنفاذ، ما معنى إنفاذ القانون؟ إنفاذ القانون تحويل النص من شيء مكتوب إلى شيء واقعي، تطبيق، القبض على المجرمين، ملاحقتهم، محاسبتهم. صحيح. نعم. طيب، يمكن من هذا المنطلق شفنا أن الدول العربية كان ليها إجماع على بعض الأمور يعني في هذه الاتفاقية وتفعيلها بحكم الخصوصية أيضا للدول العربية. صحيح. نعم. أستاذة عايدة، أصلا الاتفاقية الصك العالمي، هنالك اتفاقية عربية. صحيح. مستهدية في الاتفاقية الأساسية، اتفاقية الأمم المتحدة، فالاتفاقية العربية جدا تشبه اتفاقية الأمم المتحدة. نحن كدول عربية من منحى آخر، بالطبع يعني مجتمعاتنا لها طبيعة خاصة. نعم. أساسا صور الفساد أستاذة عايدة في الشرق الأوسط مختلفة عن صور الفساد مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب بشكل عام. نعم. فبالطبع لدينا محاذير ولدينا أساليب. يدخل العامل أيضا الديني، الشريعة الإسلامية في هذه المسألة. ما هو، شكرا أستاذ عايدة، أنت فتحتي لنا هذا المجال، لأن صباحا وإحنا نتناقش في هذا الموضوع تناقشنا فيه من الناحية القانونية البحتة، ولكن الحضور الكرام تفضلوا مشكورين بفتح مجال الأخلاق، الدين، وما بالضبط. إلى ذلك، لأن فعلا يعني مجتمع بلا أخلاق فهو مجتمع فاسد. نعم. وفي الجانب الأكاديمي، البعد الأكاديمي بعيدا عن البعد القانوني العملي، جميع الكتب تستشهد بهذا الأمر. صحيح. شخصيا أنا لي مؤلفات أساسا في مكافحة الفساد،
ودائما نتكلم عن مكافحة الفساد من الناحية الأكاديمية دائما نربطها من الجانب الأخلاقي والديني كذلك. نعم، باختلاف الشرائع والكتب السماوية البعد الديني جدا هام في مسألة مكافحة الفساد. جميل دكتورة. طيب أنت ذكرتي جدا يعني نقطة مهمة، والحين حابين أيضا نتكلم عنها أكثر، اللي هو التعاون في مسألة إنفاذ هذه الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع. نتكلم عن جانبين مهمين، الجانب يعني دور المجتمع المدني وكذلك الإعلام في هذه المسألة. سؤال جدا دقيق أستاذة عائدة، بما أن نحن الآن في زخم الإعلام، فأنت نعم. تكلمتي عن الإعلام. طبعا الإعلام دائما أستاذة عائدة، إحنا من الناحية القانونية لا أرغب أن أعقد الأمور، ولكن عندنا في الناحية القانونية دائما نتحدث عن سلطات، ثلاثة سلطات، الفصل ما بين سلطات تنفيذية تشريعية وقضائية. الآن نحن نتحدث بالسلطة الرابعة وهي الإعلام. صحيح. فالإعلام ومسمى آخر القوى الناعمة. القوى الناعمة الآن في وقتنا الحالي مع التطور التكنولوجي طبعا جدا هامة أن تكون جزء من التدابير الوقائية. نعم. التوعية، الإرشاد، تحدثنا صباح اليوم في الندوة عن جانب التوعية والإرشاد، وطرأ مسألة الإعلام. لماذا؟ لأن التركيز، نحن طبعا في جامعة السلطان قابوس تكلمنا من بعد أكاديمي، على الرغم من تحدثنا وتعمقنا في البعد الأكاديمي لأننا لم ننكر جانب الإعلام الفعال. نعم. في مساندة الجانب الأكاديمي ونشره. صحيح. لأن إذا كانت المعلومات محدودة بين غلافين في كتاب، فكيف للمجتمع أن يفهم ما هو الفساد وكيفية مكافحته؟ صحيح. طيب أبرز النقاط اللي تم يعني تناولها اليوم ولفتت انتباهك، وفعلا قلتي هذه النقاط لو تم تفعيلها ممكن يؤدي إلى إنفاذ هذه الاتفاقية. إحنا أستاذة عايدة من الناحية القانونية دائما نؤمن بمسألة الوضوح. نعم. فكنا نتناقش صباح اليوم في مسألة مبدأ الشرعية، شرعية التجريم والعقاب. ما معنى ذلك بلغة عربية بسيطة؟ معناته إذا كان الجرم مسمى في القانون وواضح، فأنا أستطيع أن أعاقب على هذا الشخص على هذا الجرم المكتوب. لأن صعب أستاذة عايدة، يعني الشخص الغير المتخصص المدني عندما تقولين له مثلا أنت اقترفت متاجرة بنفوذ، يقول ما معنى متاجرة بنفوذ؟ طالما هنالك صك وقانون يجرم هذا الفعل، فتستطيع أجهزة إنفاذ القانون تطبيق الفعل عليه. نعم. لأنه من الصعب طبعا، احنا من البداية تعريف الفساد في حد ذاته جدا صعب. صحيح. ومفهوم متغير ومتطور، فمن الصعب جدا أن يتم ملاحقة الناس على أشياء غير منظمة. نعم. فالاتفاقية على الرغم أنها على سبيل المثال ذكرت صور فساد عديدة، لأنها هي كانت واضحة. نعم. فهذه الأمور اللي تحدثنا عنها، مبدأ الشرعية، التجريم والعقاب، إذا كان مادة الاتهام واضحة فأنت تستطيعين أن تعاقبين الشخص على المادة المذكورة في القانون. نعم. هذه هي جزئية. جزئية أخرى طبعا، إحنا نتكلم عن فصول معينة في الاتفاقية، لأنها جاءت في 8 فصول. ركزنا جانب إنفاذ القانون على فصلين أساسيين، الفصل الثالث والرابع، التعاون الدولي الرابع، والثالث التجريم وإنفاذ القانون. جميعها تتحدث عن مسألة كيفية تحويل هذه النصوص المكتوبة إلى واقع ملموس. نعم. طبعا جل الاتفاقية ومفرداتها تعاون، مساعدة، تحقيقات جنائية مشتركة. لماذا أستاذة عايدة؟ لأن الفساد قد لا يكون محدود في نطاق جغرافي معين، ينتقل. صحيح. يحصل في دولة، ينتقل إلى دولة أخرى، ودائما المتخصصين يستشهدون بجريمة غسل العائدات الإجرامية، مادة 23 من الاتفاقية في حد ذاتها هي تحصل في دولة ولكن نطاقها يمتد على دول. نعم. طيب يعني يمكن أكيد يتبادر إلى ذهن أحد، وإحنا قلنا في بداية هذا اللقاء أن يعني هذه الاتفاقية صار لها 21 سنة مع. صحيح. هذا العام، وهي أطرت كل ما يتعلق بمكافحة الفساد، لكن أكيد طرق الفساد يعني تتطور أيضا مثل ما يتطور، فيجب أن القانون يواكب أيضا. صحيح. هذه التطورات التي تحدث، الأشكال الفساد تختلف اليوم، دخلت التقنية، دخل الذكاء الاصطناعي، دخل وايد أشياء في مسألة الفساد يعني بالمجمل. طيب كيف تواكب هذه الاتفاقية مثل يعني هذه المستجدات فيما يخص الفساد؟ ممتنة لك أستاذة عايدة، لأن كانت راح تفوت علي هذه نقطة جدا مهمة، على الرغم أنها تمت مناقشتها صباحا في الندوة. أحد الأخوة الكرام طرق إلى العملات الرقمية. نعم بالضبط. وإحنا نرجع لأساس وجذر افتتاحية هذه المقابلة، هي صك عالمي. نعم. نوعا ما أطر الموضوع، ولكن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية هي لها مطلق الحرية إن هي تسن قوانين وتشرع قوانين جديدة تعالج صور الفساد اللي منتشرة في الدولة في حد ذاتها. طبعا السؤال اللي يطرح نفسه أو اللاحق، كيف لي أن أقيم نجاح اتفاقية صار لها أكثر من 21 سنة؟ بالضبط. جميع الناس تسأل، والناس تسأل أستاذة عايدة خصوصا في مسألة الفساد، لأن هذا الموضوع جدا حساس.
والشخص اللي يستمع إلى شخص مثلاً خبير أو لا علاقة في المجال دائماً يعمل إسقاطات شخصية على مواقف هو مر فيها ويتوقع الإجابة من الشخص نفسه. وهو إذا كنا سوف نتحدث بكل شفافية، لأن نقيض الفساد الشفافية، مكافحة الفساد تعزيز الشفافية. نعم. هذه الصورة الإيجابية من مكافحة الفساد. فنقيض مكافحة الفساد تعزيز الشفافية، لا نستطيع أن نقول أو نصرح أن بهذه الاتفاقيات والأدوات القانونية سوف نصل إلى 0% من حالات الفساد. بالضبط. تفضلتي حضرتك أستاذة عايدة وقلتي يتطور القانون وتتطور معه أساليب الالتفاف على القانون. بالضبط. فالردي على سؤالك أستاذة عايدة بطريقة قانونية، الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لها مطلق الحرية أن هي تواكب التطورات التي تحدث في نطاقها الجغرافي بالتوافق مع الاتفاقية، لأنها هي عبارة عن نهايات مفتوحة. صحيح. فتستطيع الدولة أن تكيف نظامها القانوني أو بيئتها القانونية لتواكب هذه التطورات الغير مشروعة للأسف. جميل جدا الحديث معك دكتورة، جدا شائق في هذا الموضوع، وعلى الرغم من دسامة الموضوع ولكن طريقتك في إيصال أيضا والتوعية بهذا الموضوع جدا جميلة. شاكرين لك وجودك معنا وحديثك عن هذا الموضوع الدكتورة ريم علي عبد الرحيم الأنصاري، أستاذ القانون العام المساعد بكلية القانون بجامعة قطر. نورتينا في من عمان، ونتمنى لك طيب الإقامة في عمان. يشرفني تواجدني معكم. شكرا. حياك الله دكتورة. إذا إحنا متواصلين معاكم مشاهدينا في محطتنا القادمة، راح نعرفكم على شركة طلابية مشاركة في مسابقة إنجاز عمان، شركة سيلوفيت. خلكم معنا.